السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة كلاش رويال. حلقتنا اليوم بسلسلة لحظات لا تصدق بكلاش رويال على 5105 كؤوس. خليكم معنا لنشوف لحظة لا تصدق أو اللحظات التي لا تصدق اللي صارت معنا اليوم شو هي. راجعين. يا مشتركينا الاعزاء، يا احبائنا، حلقتنا لليوم هي من حلقه سلسله انا كثير بحبها بس ما بتطلع معنا، صعب انك تلاقي لحظات لا تصدق. هخلي لكم بالديسكربشن كمان رابط الحلقه الاولى اللي هي بنفس البلاي ليست تبع هي اللعبه او تبع هي الحلقه، اللي هي الحلقه الاولى. هنا بس حلقتين من هاللعبه. قولوا لي انتم برايكم مين احلى، هي اللحظه ولا لحظه الحلقه الماضيه؟ والمباراه بلشت واكلت انا صاعقه من السماء، وهي انه لما حطيت الاكسر كولكتر اكلت برق. ومن هون بلش الحماس لما نزلت الجولم ولقيت انه هو لعب لي الرويال جاينت. اذا هون بهاللحظات هي طبعا نزلت الوزرد فورا بس لروح ارواح النار وخفف على حالي دامج، وقلت لحالي الوزرد لما يضرب نار على الرويال جاينت بيروح ارواح النار وهذا شوي حيخفف علينا الدمج. بس كنت كتير خايف لانه اي لاعب بيلعب الكسير كوليكتر بيفهم قصدي، بيعرف انه لا خصمك لما يكون عنده برق او صاروخ انت كتير بمشكله حقيقيه. الشغله الثانيه لما يكون خصمك عنده رويال جاينت او هوك المباراه اذا طولت انت بمشكله حقيقيه، بقى لازم تربح بشكل ايجابي يعني تفوز، يعني تنهي الوقت وانت اخذ تاور زياده ما تتركها للوقت الاضافي او المستقبل. اذا هجمتي الاولى كان دمجها منيح على تاور الخصم، بس بنفس الوقت هو قدر او مو قدر، هو عرفان انه هو مثل ضامن المباراة بيني وبين حاله، هو بيكون عنده هالضمانات، يعني اللاعب بيكون بهالتشكيلة. نحن لما لعبنا بهيك تشكيلة كنا نضمن مباريات ضد الناس اللي بيلعبوا بتشكيلتي انا. المهم رجع عمل انه نزل رويال جاينت، هون عملت حركة بنصحكم تسووها كثير، انه نزلت المينيون ونزلت اللوك لروح الفاير سبيريت او ارواح النار، لانه لو تركتهم كان ارواح النار اخذوا المينيون وراح المينيون على الفاضي، بينما هلا المينيون لحقوا يهجموا وروحوا ضربوا التاور ضربة وماتوا بقلب ارواح النار، يعني عملوا شغل اكثر. الاكسر كوليكتر تاني تبعي اتدمر شوي يعني هو تقريبا من كمان غير تيك واحده زياده بعد ما ياكل اللايتنينج، والتاور بضل عم ياكل دامج. تاور اليساري شبه ميت، تاور اليميني مصاب، هو نفس الشيء بالعكس بس بشكل ميرور. وهلا كل واحد منا عم بيحاول ينهي التاور الضعيف مشان يامن حاله بالمباراه ويحاول يدافع عن التاور الثاني. هون انا لما كنت عم دافع عن التاور اليساري حسيت انه ما في امل اني دافع عنه، وبنفس الوقت لما ضربني صاعقه على اليمين خفت كثير، نزلت المقبره لانه المقبره هون بهيك حاله يعني كثير امل كبير انه تاخذ التاور، وفعلا اخذت التاور دغري وانا حتى كبيت اروز فوقها للتاكيد. بس هون كان المنظر مخيف جدا يا جماعه، لانه الوقت بقى 17 ثانيه وهو ستوب 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 ستوب. هو ليكو شو عنده؟ هو عنده اثنين نايتس، اثنين اروز او اثنين ارشرز وراهم، وواحد رويال جاينت عم يضربوا لي توري، بينما انا ما له هاجم من عندي غير الجولم اللي هو موقف بالفرن ووراه الاثنين ارشر. تعالوا يا احبائي يا اصدقائي نشوف شو حيصير بهاللحظات التي لا تصدق القادمه. اذا بعد هالعلقه الكبيره اللي صايره خلينا نفوكس كثير منيح، خلينا نشوف طاقه التورات. يا الله طاقه التور التحتاني تبعي صارت 600 صارت 418، بينما طاقه توره 1800. حطيت له طاقه التور تبعي الاثنين اثنين، ضرب لي اللوك اللوك بالطريق ولا لازم يربحوا. يا الله على الفوز، ما طبيعي شو بتحمس لما اشوف الفوز 2-2. لا 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 لا. اذا 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 بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا بهالحلقة. ما تنسوا انكم تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتعملوا شير. يا جماعة حاولوا بهي السلسلة بالذات انه تعملوا ريتويت على تويتر، تعملوا شير على الفيسبوك، تعملوا شير قد ما فيكم. خلينا نشوف مشتركين القناة قد ايه بيقدروا يعملوا شيرات لهي الحلقة بالذات، نشوف هذا التحدي لمشتركين، نشوف قديش بتحبوا كلاش رويال. هذا كان كل شيء اليوم، كان معكم عمر اول جن جن وان، نشوفكم قريبا ان شاء الله ومع السلامة.